أسرع طريقة تسجيل دخول لقناتك من على جوجل كروم. هتدخل من على جوجل سيرش اللي بنبحث منه، هتكتب كلمة يوتيوب بالعربي. لما تكتب كلمة يوتيوب بتضغط على بحث. لما بتضغط على بحث هنا بيظهر معاك كلمة تسجيل دخول، بتضغط على أول واحدة من فوق بتجابلك، بياخدك على طول على جوجل كروم، بيحمل معاك، هيدخلك على هناك. هيظهر معاك هنا الصورة بتاعت حسابك فوق على اليسار، بتضغط عليها، على صورة قناتك او صورة حسابك اللي انت عامل به القناة، بتضغط عليها، بتظهر معاك القايمة دي، بتضغط منها على كلمة قناتك، تاني اول خيار من فوق، بتضغط على كلمة قناتك. لما تضغط على كلمة قناتك بتنتظر هنا، بيحمل معاك وهيدخلك على الصفحة الرئيسية لقناتك. وده كده شكل الصفحة الرئيسية لقناتك. بتضغط هنا في فوق كلمة إدارة الفيديوهات وكلمة تخصيص القناة، بتضغط على تخصيص القناة، بتنتظر يحمل معاك، وهنا بيدخلك على كل حاجة في قناتك القائمة على اليمين اهي، صورة الحساب بتاعك فوق، وتحت منه الفيديوهات، وتحت منه الإحصاءات، وتحت منه التعليقات والربح بتاعك وتخصيص القناة وكل شيء يخص قناتك. ودي أسرع طريقة تسجيل دخول قناتك من على جوجل كروم. ما تنسوش تدعمونا بلايك واشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله.